Herzlich willkommen im Deutsch lernen mit Samira al تعلم اللغة الألمانية من الصفر ما ودرسنا لنهار اليوم سوف يكون عن الجمل والعبارات الشائعة والهامة التي تستعمل في اللغة الألمانية لطلب العفو والاعتذار Entschuldigung Das ist zu spät kam Entschuldigung Das ist zu spät المعذرة لقدومي متأخرا إيش فولت دير كاين أمشتين ماخن لم أريد أن أزعجك إيش فولت دير كاين أمشتين ماخن بيته فيخت ساين زي ميغ بيت فيخت ساين زي أعذرني أو سامحني أنتشول دي لو سمحت أنتشول دي جنزي توت مير لايد آسف كما تقال أيضا هذه الكلمة في العزاء توت <تطرق> ميغلايد للأسف لايدر للأسف لايدر معذرة اونشولدينجون اونشولدينجون داس ايش اشتيغ المعذرة للإزعاج اونشولدينجون داس ايش اشتيغ لا تقلق ليس هناك مشكلة ماخ دير ماخ <مع> دير كاين مغلايد أنا آسف على الإزعاج أس مغلايد أنا آسف ماخت نيكس لا مشكلة ماخت نيكس لا مشكلة إست إيجال هذا حقا غير مهم إست إيجال هذا حقا غير مهم أس إست إدفاس شيف جلاوفن. أسس إس إدفاس شف حدث شيء خاطئ إج داس دو خاست. نشت داس دو هاست لم أعلم أن لديك زائر لمزيد من الفيديوهات التعليمية لا تنسى الإشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد